اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أهل جبر الخواطر، وأن تعصم يا مولانا الناس من أذانا، وإذا أردنا أن نسير في حياتنا اجعلنا يا مولانا ممن لا يتحملون أذى عبد من عبادك. اللهم اجعلنا من أهل لين القلوب ومن أهل الإقبال عليك يا أعظم محبوب. نسألك يا مولانا أن تجعلنا من أهل الرقة والرفق بالناس، ولا تجعلنا يا مولانا ممن يستهلكون عبدا من عبادك فيأتي ويمسك بأعناقنا يوم القيامة، واجعلنا باب رحمة ولطف ورأفة ومساندة للناس حتى نأتيك يا مولانا وأنت راض عنا. ارض عنا يا كريم، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا رب العالمين.